بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعزائي التلاميذ، ها نحن نلتقي اليوم في حصة جديدة في ميدان إنتاج المكتوب. الموضوع المسودة، الوضعية المشكلة. في الامتحانات أو الفروض يسمح لك بوضع ورقتين على الطاولة، إحداهما مزدوجة تكون للإجابة والأخرى ورقة مساعدة، فما هي وفيما تستخدم؟ إذن نناقش الوضعية. قلنا أن في الامتحان يسمح لنا باستعمال ورقتين، الأولى مزدوجة وتكون للإجابة، أما الأخرى فهي ورقة مساعدة. إذن حسب رأيك، ما هي هذه الورقة ولما نستعملها؟ إذن يكون الجواب كالآتي: هذه الورقة هي المسودة، ونستعملها للإجابة قبل نقل الأجوبة على المزدوجة كي يكون عملا نظيفا، لأن المبيضة هي عبارة عن ورقة تحكس شخصية الممتحن، فلا يسمح فيها بالتشطيب. إذن ما هي المسودة؟ تأمل معي عزيزي الطالب، المسودة هي ورقة يكتب عليها قصد المراجعة الأولية وإعادة التصحيح، هدفها تطوير محتوى المكتوب. إذن هي ورقة أستعملها وأكتب عليها قصد المراجعة، بمعنى أستطيع أن أشطب أو أحذف إلى غير ذلك. إذن هدفها تطوير محتوى المكتوب وتنظيم الأفكار. إذن كيف نستعمل المسودة؟ أول شيء يجب أن أبادر إلى تدوين الأفكار والشواهد والبراهين. إذن عزيزي الطالب، لما يطلب منا في الامتحان أو يطلب منا في الامتحان كتابة وضعية إدماجية، إذن ماذا أفعل؟ أقوم بكتابة جميع الأفكار وجميع الشواهد التي تصب في صلب الموضوع، في صلب الموضوع. ثانيا أخصص لها هذه الأفكار، أخصص لها صفحة مستقلة أو جزءا من الصفحة، على أن يتم الفصل بواسطة خطوط عمودية أو أفقية بين مختلف أقسام التصميم. إذن التصميم يقوم على ثلاثة مراحل: المقدمة، ثم العرض، ثم الخاتمة، فيجب علي أن أفصل بينهم باستعمال خطوط أفقية أو عمودية. كذلك أستعمل الأسهم للربط بين الأفكار والتسطير تحت الروابط المنطقية. أدخل لما أقوم بكتابة فكرة أو عبارة، أدخل عليها التصويبات باستعمال ماذا؟ باستعمال التشطيب باستعمال التشطيب والابتعاد أو بحذف ما تخليت عنه. إذن المسودة هي عبارة عن أولى الخطوات للإجابة، بحيث يمكنني أن أشطب، أن أحذف، أن أغير، ثم أكتب الوضعية في المسودة، ثم أنقلها على ماذا؟ على المبيضة. إذن الآن يأتي دور المبيضة، فيجب علي أن لا أشطب، هذا الأمر الأول، وأن لا أحذف، ويجب علي أن أكتب بخط واضح، ويجب علي أن أفصل أو أبين تصميم النص بترك البياض مقدمة، ترك بياض العرض، ترك بياض الخاتمة. فالمبيضة هي انعكاس لشخصيتي، فبمجرد أن يمسك المصحح ورقتي يتعرف على شخصيتي من خلال هذا العمل. أعزائي الطلبة، ها نحن نلتقي في حصة فهم المنطوق تكملة للحصة السابقة. إذن حول نص السكير والملك، نسمع النص من جديد. شاهدته لأول مرة وقد كان جالسا على مقربة من إدارة المدرسة، جالسا في هدوء وسكون وعيناه تذرفان الدموع، فأدهشني أمره وكأنه انتبه لما أنا فيه من الدهشة والحيرة، فابتدرني قائلا: أنا والد حورية. قلت: نعم، مرحبا بك. قال وهو مسترسل في البكاء: هل يجوز لمن كانت له ابنة مثل حورية تدرس العلم الشريف أن يشرب الخمر؟ حرت في الجواب وعلمت أنني أمام رجل مخمور، ولم ينتظر جوابي،
ولم ينتظر جوابي، بل استرسل يتكلم بصوت متقطع يشوبه البكاء والنحيب. كيف أقابلها؟ هل أجرؤ على رؤيتها ومقابلتها وأنا في هذه الحالة اللعينة؟ لا، لا أستطيع أن ألمس يدها الطاهرة بيد النجسة. ما أشقاني وما أتعسني، إني لا أقوى على تحمل نظرتها الطاهرة المقدسة، وأنا كالخنزير تفوح رائحة الخمور من فمي. أخذت أخفف عنه آلامه وأهون عليه خطبه، ودعوته للانصراف إلى منزله ما دام لا يرغب في رؤية ابنته وهو على هذه الحالة، ووعدته بتكليف أحد التلاميذ الكبار بمرافقتها، فما عليه إلا أن يكلف من يستقبلها من جيراته وذويه. وصاح الرجل قائلا: لا لا، إني لا أطمئن عليها وهي برفقة تلميذ، إني أخشى عليها من السيارات، وما كان مني إلا أن طمأنته ووعدته بمرافقتها بنفسي إلى المنزل. إذن أعزائي الطلبة، قلنا أن النص يتحدث عن رجل سكير. هذا الرجل السكير انتابه نوع من الندم والحسرة لأجل ابنته الصغيرة أو ابنته العفيفة الطاهرة التي خاف أن يجلب لها العار. إذن تطرقنا في حصتنا الماضية إلى أنماط النص، قلنا أن النص جمع بين السرد والوصف. إذن أعزائي الطلبة، هل جمع الكاتب في نصه بين النمط السردي والوصف فقط؟ إذن لو قلنا أو طرحنا بعض الأسئلة، يقول الكاتب: ابتدرني قائلا، ابتدرني قائلا، نقطتان رأسيتان: أنا والد حورية، أنا والد حورية. كيف كان رد الكاتب؟ يقول: قلت نعم، مرحبا. ثم ماذا قال؟ قال: هل يجوز لمن له ابنة مثل حورية تدرس العلم الشريف أن يشرب الخمر؟ ثم استرسل قائلا: كيف أقابلها؟ ثم استرسل قائلا: كيف أقابلها؟ إلى آخره. إذن عزيزي التلميذ، إذن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن هذا النص دار بين شخصيتين، الرجل المخمور والكاتب. إذن اعتمد على مؤشرات: أولا، استخدام الجمل الحوارية القصيرة، كذلك استعمال الفعل قال ومشتقاته، كذلك استعمال ضمائر المخاطب. إذن على ما يدل هذا النمط؟ إذن نستنتج أن هذا النمط يدل على النمط الحواري. إذن مؤشراته، قلنا أولا المؤشر الأول هو استعمال الجمل الحوارية، القصيرة. ثانيا، ضمائر المخاطب، كذلك غلبت الأساليب الاستفهامية
والتعجب والأمر، وأخيرا توظيف الفعل قال ومشتقاته. إذن ومن هنا عزيزي التلميذ نخلص إذا أن النص جمع بين ثلاثة أنماط: النمط السردي والنمط الوصفي والنمط الحواري. إذن الآن عزيزي التلميذ استمعنا إلى النص عدة مرات، والآن يأتي دورك. إذن ما هي المهمة المقدمة لك؟ المهمة هي أنك تعبر عن النص شفويا، تعبر عن النص شفويا محافظا على بنيته الأساسية وموظفا أهم القيم التربوية التي حملها هذا النص. إذن إلى هنا عزيزي التلميذ تنتهي حصتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.